أنه لديه طاقم تقني يتكون من 3 لاعبين اللي عندهم خبرة كبيرة اللي هو مثلا فضيلي وكذلك حسينة والإضافة للخيري، فنظن أنهم يستطيعوا أن يعيدوا اللاعبين إلى الطريق الصحيح ويخرجوهم من هذه الأشياء اللي كتوقع، لأنه أشياء عادية وعاشوها من قبل. فلهذا نظن أنه التوقيت ديال المقابلة اللي كان يوم الخميس، فكان رغم كانت هناك عدة كلام على هذا المقابل يوم الأربعاء يوم الخميس، فكان منصف بالنسبة للناديين اللي نتمناو أنه يكون تباري في المستوى. ما كاينش هناك أي مبرر لا بالنسبة لفريق رجاء لا فريق الجيش، مطالب اليوم بإعطاء صورة جيدة للكرة الوطنية. بالعكس تماما، ربما احنا كنشاهدوا الان ستظهر وصول عناصر فريق الجيش الملكي قبل قليل مركب محمد الخامس. الجيش الملكي لديه ذكريات جميلة مع مركب محمد الخامس، خصوصا موسم 2004-2005، يعني ازاح الرجاء عن الصدارة بثنائية ارموم انذاك، وتوج باللقب على انهى الدوري انذاك بفارق نقطتين، وتوج باللقب على حساب الرجاء من مركب محمد الخامس. بالفعل كان